أخواتي إخواني أعضاء هذه النقابة العزيزة العتيدة العريقة، طبيعة الحال أنا معتز بكون العلاقة بين حزب العدالة والتنمية، معتز كأمين عام لحزب العدالة والتنمية بعراقة الحزب وعلاقة الحزب الاستراتيجية مع هذه النقابة، وسنستمر على نفس العهد، نفس العهد الذي بدأه الدكتور عبد الكريم الخطيب المجاهد رحمة الله عليه. أنا كأمين عام لحزب العدالة والتنمية مع هذه النقابة متعاطف معها، ولكن أنا كرئيس حكومة مع جميع النقابات. إلا جيتوا في المضمون ديالو راه مهم، بطبيعة الحال كاين الذي حتى حاجة ما غيتعجبوه لا يعجبه العجب، أما عمرو ما دائما النقد ما كاين مشكل، حنا قشرتنا واسعة، وعلى الرغم أن البعض حاول أن يفشل هذا الاتفاق مرارا كما أفشله البعض سنة 2016 وأشار له سلح اللوطي، ليس صحيح أن العرض الحكومي سنة 2016 كان ضعيفا، الصحيح أن الجميع كان بغى يوقع ولكن لأسباب سياسية ولقرب الانتخابات تراجع البعض عن توقيع ذلك الاتفاق، هذه هي الحقيقة وأنتم عارفينها والشعب عارفها والمواطنين عارفينها. الموظفين هما اللي على المسؤولية ديال الحكومة، الحكومة خصها تفك في الموظفين، 800 ألف موظف على الأقل للحمد لله القدرة الشرائية ديالهم غيتحسن، ماشي داكشي اللي بغاو كامل، طبيعي الحاجيات ديال الحياة تتزايد، الناس داكشي اللي باغين والحاجيات ديالهم وديال أولادهم وديال الأسر ديالهم، حنا معترفين راه أكثر من هادشي، ولكن اللهم هادشي ولا والو ولا لا، هادشي اللي كنت كنقول للنقابات، كنقول لهم هذه الكلمة اللي قالها السياس خذ وطالب، كنقول لهم خذوا هادشي وقعوا عليه ومن بعد عاود نستمروا الحوار الاجتماعي، حنا مفتوحين على جميع الاقتراحات نناقشوها، اللي مزيان وبان لنا معقول حنا الاولين غنتبناو، وخا يجي من اي طرف جا، ومن بعد لان حنا المهمه ديالنا هي باش ننجحوا هاد البلاد. Thank you.